احنا الارقام اللي قلتها قدام فخامه الرئيس مرتبطين بيها وهتزيد ان شاء الله رب العالمين، مرتبطين بيها وهتزيد، وان شاء الله من السنه دي، ان شاء الله من السنه دي حتى الجزء الافريقي. اه طبعا حتى الجزء الافريقي طبعا، دي حاجه جميله جدا جدا، ويمكن اول مره تحصل من فتره، ويمكن حتى الناس اللي متابعه هي تعليمات من الرئيس من السيسي كان في مؤتمر الاسبوع اللي فات، وحافز كبير قوي للرياضيين في مصر. مش عايزين نقول ان في ناس بتسيب وتمشي عشان مصر يعني، لا لا بالعكس، عندنا ابطال كتير جدا، وعندنا في طفره رياضيه يمكن الفتره اللي فاتت دي في كل الفرق الرياضيه سواء الفرديه او الجماعيه. فطبعا القياده السياسيه ومعالي الوزير في احتفال النهارده بالرياضيين واللي حققوه الفتره اللي فاتت، وشبه مفاجاه ليهم طبعا ان هيبقى يتم مضاعفات المكافئات سواء على المستوى العالمي او المستوى القاري. حضرتك عارفه احنا في نظام احترافي شويه، فكل الرياضيين بيبقى يعني جزء الانتماء الاكبر بيبقى للانديه. النهارده لا، في جزء كبير جدا للمنتخبات القوميه، واحنا لمسنا ده في الاتحاد بتاعنا وبخص اتحاد الكره الطايره. اتحاد الكره الطايره طلع مكافاه استثنائيه من قبل حتى المكافاه بتاعت الوزاره، اكيد ده تشجيع لجميع المراحل السنيه والفرق كلها سواء الفرديه او الجماعيه. هو طبعا ده تقدير كبير لينا، وان سياده الوزير قال حاجه زي ديت، فتقدير لينا وان هو خد قرار زي دوت، ف يعني تقدير لينا وبيخلينا ان احنا نتحفز ان احنا يعني نطلع جهد اكبر، وان يعني نحاول ان احنا نوصل لحاجه اعلى، لان يعني دي حاجه فيها تحفيز كبير وكده يعني. هو طبعا اسم الاهلي اسم كبير جدا يعني، وحاجه تشرف اكيد، بس طبعا اسم مصر يعني حاجه اكبر، لان النادي الاهلي جوه مصر، فطبعا دي حاجه اكبر وحاجه تشرف. هو ده اكيد تقدير كويس قوي من سياده الوزير يعني، ودي حاجه اكيد بتشجعنا اكتر، وان احنا بنمثل مصر، فدي حاجه اكيد هتشجعنا قوي يعني. والله هو اي دعم من اي نوع بيفرق مع اللعيب، اللي هو بيبقى لا هو حاسس ان في حد وراه، في حد بيدعمه، فده بيفرق معاه اصلا ان هو نازل فعلا لا انا الوزاره مدعماني، فانا ان شاء الله هعمل اداء اعلى حاجه عندي. تقدير كبير قوي من دكتور اشرف صبحي طبعا، والدوله على طول بيبقوا في ظهرنا على طول، ودكتور اشرف صبحي كلمنا واحنا في كاس العالم، وكان بيساندنا على طول الوقت، وطبعا الاتحاد المصري دكتور محمد الامين جه في كوارتر فاينل والحمد لله ساندونا وعملوا لنا كل حاجه احنا محتاجينها. دي اول مره تحصل المكافئات وكده، الموضوع فيه دعم، واحنا طبعا مبسوطين بالموضوع ده. حصل ان احنا حصلنا على المركز الثاني في بطوله افريقيا اللي فاتت وتاهلنا لكاس عالم، فده يمكن حدث ما حصلش من 20 سنه، فده ان الاداره تبقى الاتحاد والوزاره وكده يبقوا في ظهرنا، طبعا ده حاجه كبيره بالنسبه لنا، وان شاء الله نبقى اللي هو نوعدهم ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه في كاس عالم ان شاء الله. شكر جدا او الف شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاهتمام الكبير بوجود كل الرياضيين الكبار وتواجدهم في مصر خلال الفتره اللي جايه، لانه في النهايه لا يصح الا الصحيح. والحقيقه مجهودات كبيره جدا لوزاره الشباب والرياضه، ان شاء الله ان شاء الله تكون بدايات جيده لحصول مصر على عديد من الميداليات خلال الفتره القادمه في الاولمبياد او في كؤوس العالم.